السلام عليكم، أهلا أهلا أصدقاء الأحباب الحبيبات العائلة كل الناس، أهلا، صباحكم مبروك، صباح النور، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ بخير. معكم حكيمة، كنحييكم. اليوم جيت معكم، جيت نهيئ معكم واحد الشهيوة بسيطة زوينة على شكل سلطة كدار في المقلة. يمكن لينا بحال الشكشوكة ديال الدنجال، يمكن لينا ناخدوها مع الحوت، يمكن لينا ناخدوها مع وجبة ديال اللحم ووجبة ديال الحوت، ويمكن لينا ناخدوها حتى بوحديتها. جميلة وزوينة وكتكون من جوج المسائل وزوينة بزاف ولذيذة بزاف وسهلة في التحضير ديالها، ولكن زوينة. فعلى بركة الله ما نطولش عليكم، حبيت اليوم ندير معكم هاد الشهيوة، أن بما أن القناة متنوعة كل فيديو انتظروا مني مفاجأة جميلة إن شاء الله. فمرحبا بكم في هاد الشهيوة ديال اليوم. لأول مرة غادي نبدأ معكم هاد الشهيوة، هادي غنحتاجو فيها دنجال، ثلاثة دنجالات عندنا، غنحتاجو ثلاثة دنجالات، ولا غنحتاجو فيها مطيشة، جوج مطيشات. نتمنى تكون الكاميرا واضحة وما يكونش الفيديو مظلم بزاف ولا شي حاجة على حساب الضو اللي في المطبخ. وغنحتاجو جوج دروس ديال الثوم منقيين، من بعد غنوريكم الطريقة. غنحتاجو الربيع مقطع، القزبر والمعدنوس مقطعين، غنحتاجو شوية سكينجبير، غنحتاجو شوية الكمون، غنحتاجو شوية الأبزار، شوية التحميرة، شوية الخرقوم ملوي، وغنحتاجو الملحة، ملحة ضرورية منها. وبالطبع غادي نحتاجو الزيت إن شاء الله غادي نحتاجو. فدابا على بركة الله غادي نوريكم الطريقة كيفاش يمكن لينا نحضرو هاد الدنجال بهاد الشكشوكة ديال الدنجال بهاد الطريقة. بسم الله على بركة الله. من بعد ما غسلنا الدنجال ونشفناه كنقطعوه على هاد الشكل. قطعو الدنجال على هاد الشكل هكا ديالنا، قطعو هكا. نتمنى تكون الكاميرا واضحة كيبان لكم التصوير مزيان. على بركة الله نقطعو الدنجالة الثانية. نقدرو نحتاجو غير جوج دنجالات لأن تيبان لي جاني في القياس كتير، لما نحتاجو نقطعو الدنجالة الثالثة نقطعو غير هاد الثانية. عرفتو الدنجال ملي كنقطعو كيكتر، دجالة وحدة كتعطينا بزاف د القطعات. على بركة الله من بعد ما قطعنا الدنجال ديالنا كنضيفوا له شويه الملحه، شويه الملحه باش ما يشربش لينا الزيت ملي نديروه في المقله. كنضيفوا له شويه الملحه، شويه تاع الملحه، كنديروا ليه هكا في الملحه باش ما يشربش لينا الزيت ملي نحطوه في المقله. انا غنحتاجوه غنديروه في المقله، ان هاد الشكشوكه كدار في المقله. بعد ما درنا ليه شويه الملحه كنخليو شويه طلق فيه هذيك الملحه، شويه خليو الملحه طلق فيه شويه. فعلى بركه الله كنجيبو هاد الدريسه ديال الثومه ديالنا كنقطعوهم رقيقين، نقطعوهم رقيقين هكا على شكل قطيعات رقاق باش كنخلو تبقى، ما نحبوش نحكوها، الا حكيناها كتمشى فيها كتمشي كامله في الحكاكه. نحبو نخلوها نقطعوها هكا، البريسه ديال الثومه ديالنا نقطعوهم بحال هكا
الاختراعات الصغيرين ويبقاو باش ملي نحتاجوهم يبقاو بينين. ملي نحتاجوهم نشرملوهم مع توابل تبقى الثومه شويه باينه كما كتشوفوا معايا. نتمنى تكون الكاميرا واضحه. نقطعوها رقيقه، ما حبيتش اني نديرها في الحكاكه. انا في الحكاكه الا كنا نديرها في الحكاكه ملي كنحتاجوها في الطياب في النصيب. دابا نحتاجوها، نحبوا ان يبقى داك الثومه القطاع ديال الثومه غنحتاجوهم يبقاو باينين في الشكشوكه ديالنا اللي غادي نصيبو. تشوفوا معايا بعد ما قطعنا الثومه ديالنا غادي نقطعو. دابا غادي نحتاجو غير مطيشه وحده اللي غادي نقطعوها دابا من بعد ما غادي نزولو ليها القشره ديالها. بعد ما نزولو لها القشره ديالها نقيوها. غير وحده دابا اللي غادي نحتاجو، وحده غادي نحتاجوها ملي غنحتاجو نديرو الدنجال في المقله ديالنا، غادي نحتاجوها من بعد. نقطعوها على شكل هكا، حيدو لها السريعة، نزولو لها السريعة ديالها. نقطعوها رقيقة على شكل هكا، على شكل قطيعات رقيقين. غادي نمزجوها نيت مع القطيعات ديال التومة، غادي نمزجوها مع القطيعات ديال الثوم. الثومه اللي قطعنا جوج ضرفات ديال الثومه ديالنا غادي نحتاجوها معها، غادي نمزجوها معها. كما كتشوفوا معايا نقطعوها مزيان، كتقطع رقيقه ما نحبوش، وكنمزجوها مع القطيعه ديال الثومه. الثومه ديالنا اللي قطعنا كنمزجوها مع مطيشه ديالنا اللي قطعنا. كنجيبو كاسروله بحال هكا، نجيبو كاسروله نحطو فيها هاد التقطاع ديالنا اللي قطعنا. تشوفوا معايا نضيف عليها شويه معلقه صغيره، شويه معلقه تقريبا صغيره تاع الملحه. كنضيف ليها معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال التحميره، شويه ديال البزار، شويه ديال البزار، معلقه صغيره ديال الكمون، ديال الكمون، ومعلقه ما كبيراش، معلقه نيت صغيره ديال السكنجبير. وكنحتاجو الربيع ديالنا، الربيع ديالنا اللي مقطعين كنحتاجوه كامل، كنديروه كامل. نحتاجوه كامل. من بعد ما درنا هادشي في وجدنا هادشي في الكاسروله، اجيو معايا نوريكم الطريقه كيفاش غنهيئوا هاد المقادير اللي درنا في الكاسروله. اجيو معايا. فعلى بركه الله كناخذوا هاد الشكشوكه ديالنا، هاد المواد كنحطوهم فوق النار، كنضيفوا عليهم كويس ديال الماء، كويس ديال الماء صغير، كنضيفو عليهم شويه ديال الزيت،
شويه ديال الزيت، نص كاس ديال الزيت، كنحركوهم بزاف، كنشرملوهم تقريبا، نخليهم حتى كدوب. تقريبا 5 دقائق حتى كتذوب، حتى كطيب، كتشرمل هاد الشرموله ديالنا، كتشرمل مزيان، طيب مزيان. ملي كتشرمل مزيان كنخليوها هكا حتى كتشرب في داك الماء. كنخليوها تقريبا حتى كتشرب، حتى كطيب. فعلى بركه الله، ملي كنخليوها فوق النار، تقريبا حتى كطيب، كنجيبوها كنخويوها في سلافه بحال هكا، ها هي الشكشوكه ديالنا ملي حيدناها من فوق النار. انا غنوريكم كيفاش دابا غنستعملوها. دابا على بركه الله كناخذوا القطيعات ديال الدنجال ديالنا اللي قطعنا ودرنا ليه شويه الملحه، كناخذوا بحال هكا، كنديروا ليه بحال هكا، ديروا لي بحال هكا بهذيك الشكشوكه ديالنا اللي طيبنا، كنديروا بحال هكا، كل قطيعه ديال الدنجال كنحطوا فوقها شويه ديال لاصوص اللي طيبنا. شوفوا معايا حتى كنكملوا دوك القطعات ديال الدنجال ديالنا كاملين. كنبقاو على شكل هكا حتى كنكملوا القطعات ديالنا كاملين ديال الدنجال، كنديروا عليهم لاصوص كاملين. من بعد ما صايبنا القطعات ديال الدنجال كاملين ديالنا، درنا ليهم لاصوص اللي وجدناه، وريتكم الطريقه كيفاش وجدنا لاصوص والمقادير اللي صايبناهم بها. دابا اجيو معايا غنوريكم كيفاش غنهيئوا وغنوجدوا وغنكملوا التهيئ ديال هذه الوجبه اللذيذه جميله، وهي سهله وبسيطه. اجيو معايا دابا، يلا شدينا القطيعات ديال الدنجال ديالنا وحطينا عليهم لاصوص، اجي نوريكم كيفاش. اجيو معايا نشوفوا كيفاش غنكملوا التهيئ تاع هذه الوجبه، اجيو معايا. فعلى بركه الله، دابا ملي وجدنا القطيعه ديال الدنجال ديالنا، كناخذوا اناء كنديروا فوق النار، كنديروا فيه شويه ديال الزيت، كنديروا الزيت من طبيعه الحال زيت روميه، كنحطوه حتى كيسخن الزيت شويه. ملي الزيت كيسخن ناخذ دوك القطيعات ديالنا اللي صايبنا وكنحطوهم في هذاك الاناء، نحطوهم هكا في الزيت ديالنا ملي كيسخن بحال هكا، كنقصوا العافيه شويه هذا الشكل ديال هكا. كل الكاميرا واضحه، الشكل ديال هكا. بحال هكا كنخليهم حتى كيتقلاو، كيتقلا مزيان الدنجال ديالنا اللي درنا فيه لاصوص، وكتشوفوا معايا حتى يتقلا مزيان.
صافي تقلم مزيان، كنخليوه في عافيه مهيله وفي عليه النار مهيله شويه باش ما يتحرقش لينا، وكنخليوه هكا حتى كيتقلى. وجبه لذيذه وزوينه وفريطه، مرحبا بالجميع. اهلا بكم. من بعد ما طيبنا القطيعات ديال الدنجال ديالنا، من بعد ما قليناهم في المقله سوطيناهم في المقله، انتم كتشوفوا معايا كيفاش ولاو ولداد وزوينين وحتى المنظر زوين. دابا غادي نعملوا على التزيين ديالهم، كيفاش نقدموا الطبق ديال نقدموا هذا الطبق ونهيئوه ونجهزوه بالتزيين ديالو. فغادي نحتاجوا التزيين، غادي نحتاجوا غير مطيشه اللي قطعنا، غادي نحتاجوا غير التزيين، غادي نزينوا بحال هكا بحال الشكل ديال هكا قطيعات ديال المطيشه بحال هكا. نحتاجوا بحال هكا قطيعات ديال المطيشه كنزينوا بهم غير التزيين. حتى المطيشه راه زوينه، الطماطم راه مفيده لينا، كنحتاجوها في كل وجبه. وكنحتاجوا شويه ديال الربيع ديال المعدنوس، كنحتاجوا غير التزيين، تزيين زوين بزاف يعطينا منظر زوين. هاد البلا نقدروا ناخدوها هكا بوحديتها، وجبه نافعه جدا نقدروا ناخدوها بوحديتها، وناخدوها مع بلا ديال الحوت ولا بلا ديال اللحم، زوينه بزاف، زوينه مفيده بزاف. فكيف ما كتشوفوا معايا حنا جهزنا الوصفه ديالنا، كما كتشوفوا شوفوا معايا كيفاش لذيذه جميله زوينه بزاف. صحتكم وراحتكم وهناتكم. تشوفوا معايا بلا جميله بزاف، منظر جميل. بلا لذيذه وجميله ولذيذه بزاف، وبصحتكم وراحتكم. ونتمنى تكون هاد الفيديو ديال اليوم من هاد النوع، اني درت لكم هاد المفاجاه اليوم من المطبخ، وجهزت معاكم هيئت معاكم وهاد قدمت لكم هاد البلا زوينه بزاف. ما كتحتاج شي حاجه غاليه بزاف، كنحتاجو فيها غير دنجال ومطيشه وبزاف القوام وشويه القوام ديال لاصوص، فزوينه بزاف. فكنتمنى تكون هاد البلا ديال اليوم وهاد الفيديو ديال اليوم كون نال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نلقى تعاليق جميله ولقى اعجاب جميل يشجعني اني نحط لكم شهيوات اخرين ان شاء الله. انتظروني في شهيوه اخرى ان شاء الله. ونتمنى تكون الشهيوه ديال اليوم عجباتكم ونالت الاعجاب ديالكم، نالت الاعجاب ديالكم، ومرحبا الف مرحبا الف مرحبا بالجميع. شهيوه جميله ولذيذه، مرحبا بكم وكنحييكم، وكنتمنى لكم كل ما هو جميل وشهيه طيبه للغدا ديالكم بالصحه والراحه. وكنحييكم بزاف، معكم حكيمه كتحييكم بهذه الشهيوه الزوينه لذيذه وبنينه وزوينه بزاف. يمكن لينا ناخدوها بوحديتها ولا ناخدوها مع الحوت ولا مع اللحم، زوينه بزاف. مرحبا والف الف مرحبا، وشكرا لكم جميعا، شكرا على المشاهده وشكرا على الدعم. مرحبا والف مرحبا بكل الناس، تحياتي لكم، شهيتكم طيبه، نحييكم، مرحبا بكم.